يومي عراقي بامتياز، بعدين اخبركم كيف، بس خلينا نبدا بالاكل. جينا مطعم عراقي كثير سمعت عنه، شوفوا هذا الخبز بالسمسم والنعناع بالتنور معمول. هذه الكبه الموصليه وصلت. طبعا ريحه المشاوي ما اخبركم كيف، ما شاء الله وصلت المشاوي. هذه المشاوي اللي اقول لكم عنها ريحتها ما شاء الله خيال. ثاني متبل نطلبه لان مسحنا الاول. هذا شنو بالضبط؟ برياني. برياني لحم. وهذا اهم شيء عندي باذنجان. يم يم مروي، راح نمسك هذا اول وبعدين هذه بنشرح الباقي. ما شاء الله عليه من قبل. هذا شنو؟ هذا شنو لولو؟ مدبس. ايوه حق النجف، اهل النجف هم اللي يسوونه. وهذا طش عراقي مشكل. انا لازم اقعد اسبوع يعني صاحبه المطعم تعلمني هالسوالف. اغاني فؤاد سالم العراقيه الصح على الاكل العراقي، ما في احلى ولا اروع من الاجواء. عشان كذا قاعدين نخطط ان شاء الله الله يكتب لنا زيارة العراق من الأكل العوج الثاني. يا رب. أهم شيء أجواء المطعم فيها أغاني فؤاد سالم. أي أهم شيء. وينك يا فؤاد؟ وينك يا فؤاد؟ ترى مروة هذا المسج كله علشانك تسمع بس اسمك. فديت قلبك. هذه أم علي صاحبة المطعم. أم علي تتهنين أول شيء بهالمطعم وتسلم الأيادي. شكرا. يسلم النفس والاجواء والموسيقى اللي حاطين اغاني، شو هالاجواء الروعه. بديت روحك الله يسعد قلبك يا رب. الشرف لنا حبيبتي. هذه الكنافه تستوي على النار، هي في حلى بس ما اعرف شو اسمها، بس شكلها لذيذ. على انغام يا عمه يا عمه ويا عمه، هذا الحلو كاتلني يا عمه. حلويات نحوش. ايه مشهور يسوي حلويات بغداد. اي هذا كله من بغداد. اوكي. هذه الفخمه. ايه الراجع. اها مال ايس كريم. اوكي. هذا قاسم ابو القاص. هذه الصوره يعني أوكي. كم تقريبا عمرها؟ هذه كلش قديمه والله ما اعرف بالضبط. هذه شارع الرشيد مال بغداد. ان شاء الله هذا راح احطهم عندي باللستة عشان اذا زرت العراق ازورهم بنفسي. حبيبتي. وهذا هنا سوق الصفافير. هذا سوق الصفافير؟ اي. وهذا الشاي العراقي. هذا الشاي العراقي المخدر. هذا الخبز تسموه شاي بهيك. يا سلام. هذا الخبز العراقي. خبز التنور هذا اللي اكلنا قبل شوي له على مع الكباب. يما على الكباب. اي. وهذا الشاي العراقي المهيل. شاي عراقي بالهيل. يا الريحة ما شاء الله ما شاء الله. يعافي قلبك يا رب. زين هذا الشاي أخضر بس لو أقدر أوصل لكم الريحة. صدق ريحة الهيل ما شاء الله تحفة. طيب بالنسبة للحلى الأنواع شيء موجود؟ عندك هاي الكنافة. أوكي. الجبنة. ودادلي. إيش اسمه؟ دادلي. هذه الدادلي مع الآيس كريم. دادلي هذه اللي كان يتقلى. أيوة. أوكي مع الآيس كريم. اوكي وهذا؟ والشرك بالتمر. شرك بالتمر، كأنه معمول بس قطعة كبيرة. والكليتشون. هذه يناديني ترى يناديني. كليتشة؟ لسه بعد باقي كليتشة؟ زين. بنجرب اليوم كل شيء، أهلاً وسهلاً بالسعرات الحرارية. والله العظيم ما هي بدعاية بس إذا جيتوا لندن جربوا مطعم الأنعام، ما شاء الله ما شاء الله الأكل يجنن، أكل بيت. أم علي صاحبة المطعم إيه المشرفة على الأكل كامل بنفسها، عشان كذا روعة الله يفتح عليها ما شاء الله تستاهل كل خير. أبغى أعرفكم على هادي. هادي يا هادي يعطيك العافية. نورتي لندن والله. الله يخليك. على فكرة هادي وهو اللي دلنا على المطعم، مشكور هادي. الله يسلمك. لا بالعكس والله اخت عزيزه. وعلى فكره صدق العراقيين انتم غير نشويين، قسم بالله العظيم انتم ما لنا غير عنكم. طيبش والله طيبش. الله يخليك. وبعدين بخبركم عن شيء، يعني للي يبغى يستاجر سيارات في لندن صراحه هادي مشكور مشكور. انا ومروه ممتنين ان شاء الله.